ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها، حافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب، واعتنوا بها عناية تامة. وهم على قسمين: أهل رواية، أهل رواية فقط، وأهل رواية ودراية.